مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لا انا مخدوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر اله واحد ايماني واحد وما لوحش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير محتاجه لتفسير انا حشرح ليك وافسر ارجوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم برحب بيكم من خلال شبكة قنوات القرمة وبحييكم بتحية المسيح النعمة والسلام للجميع وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر بعنوان عفاريت الجن في حياة النبي. يمكن العنوان شوية الناس تستغربوا أو ما يكونش مفهوم لكن هو بكل وضوح احنا بدينا موضوع في الاسبوع الماضي كان بعنوان لقاء الشيطان بدأ في غار حراء وقدمنا شواهد كتيرة جدا عن احساس نبي الاسلام لما حصل هذا اللقاء مع الكائن الغريب داخل غار حراء واعتقد انه به جن. النهاردة هنكمل بنعمة الرب هذا الموضوع ونتوقف قدام تفاصيل مهمة جدا وأتمنى من كل قلبي أن إخواتي المسلمين يعني بدون مضايقة بدون يعني غضب أو ثورة أو انفعال أو إنكار أو رفض أو تطاول يراجعوا كل كلمة إحنا بنقولها. عفاريت الجن في حياة النبي. خلونا قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي نطلب بركة من الرب على وقت الحلقة ونطلب حماية أيضا ونصلي لأجل بلادنا بنصلي لأجل الأحداث الصعبة جدا الموجودة في الشرق الأوسط بنصلي لأجل سلام لكل البلاد في الشرق الأوسط مصر لبنان الأردن الأراضي المقدسة في غزة في الضفة في سوريا في دول الخليج في السعودية في اليمن في ليبيا في تونس في الجزائر في المغرب في موريتانيا في كل البلاد الصومال طبعا أحداث صعبة جدا ومؤسفة جدا في السودان ولا سيما في شمال السودان الحرب الأهلية الدائرة ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وشايفين المشاهد والمناظر الصعبة جدا وشايفين عدد السودانيين اللي اضطروا يخرجوا من بلادهم خوفا من القتل والذبح والنهب والسرقة وتعرضت النساء السودانيات لعمليات اغتصاب وتحرش بشكل غير عادي جدا. خلونا نصلي لأجل الأمور دي نحطها قدام الرب وإحنا يعني منتظرين رحمة ونعمة وكلمة من الرب يضع سلامه يضع نعمة خاصة على هذه الأمور كلها. يا أبانا نصلي طالبين وجهك يا رب بندخل قدامك في اسم ابنك المحبوب ربنا يسوع المسيح نهديك كل المجد والإكرام الذي يليق بشخصك المبارك العظيم. عيوننا شاخصة عليك يا رب منتظرينك أنك تقودنا بنعمة خاصة في الحلقة أنك تفتح أذهان كل إخوات يا رب اللي بيسمعوا النهاردة وهيشوفوا الحلقة سواء النهاردة أو من خلال الإعادة أو من خلال وجود الحلقة على اليوتيوب أو على الفيسبوك. بصلي يا رب لأجل نعمة خاصة ليهم ليس الغرض وأنت تعلم يا رب استهزاء أو استخفاف أو نقد لمجرد النقد أو تطاول لكن الغرض يا رب أنه يعرفوا محبتك يعرفوا مقدار الثمن اللي دفع فيهم ويعرفوا يا رب أن هناك خطة عظيمة جدا سبقت وأعددتها من أجل خلاص ونجاة الإنسان. أنا بصلي كل هذا صلي لأجل قناة القرمة وكل الاحتياجات الخاصة بها صلي لأجل بلادنا يا رب أنك تحفظ بلادنا من كل شر كل المنطقة يا رب أنك تضع حد للحرب الدائرة يا رب ما بين الإسرائيليين وقطاع غزة أنك تعطي نعمة تحفظ يا رب وتلمس كل شخص مصاب تشفي كل شخص جريح مصاب تعرض لأمور صعبة جدا سواء
يا رب من خلال إصابات مباشرة أو من خلال أمراض انتشرت هناك. صلي يا رب أنك تسد كل احتياج، تحفظ المنطقة كلها من ويلات الحروب وأثرها فيما بعد من خراب ودمار وقتل وإصابات. أنا بصلي أنك تحفظ يا رب وتسيق حوالين بلادنا وتدي نعمة خاصة وحكمة للقادة اللي موجودين على رأس الإدارة والحكم في بلادنا يا رب، أنك تدي لهم حكمة خاصة يا رب. كل هذا نصلي في اسم ربنا يسوع المسيح. أهدي لك يا رب مع كل إخواتي الرافعين قلوبهم لشخصك كل مجد وإكرام إلى الأبد. أمين أمين. كلنا تابعنا التعديل الوزاري اللي حصل في مصر. عايز بس أقول كلمة يعني لرئيس الوزراء والمسؤولين عن الملفات اللي من خلالها بيختاروا وبيعينوا الوزراء في مصر. أنا عايز أعرف على أي أساس بيتم اختيار الوزراء في مصر؟ هل على أساس الكفاءة العلمية؟ هل على أساس الخبرات؟ هل على أساس انتماءات حزبية؟ على أي أساس بيتم اختيار الوزراء في مصر؟ هل معقول أنه عدد المسيحيين في مصر الذي يتجاوز ما بين 12 مليون ل 15 مليون، وأنا عارف وأنتم عارفين أن الرقم عدد المسيحيين في مصر يتجاوز ال 15 مليون، هل معقول أنه 15 مليون مسيحي مصري ما فيهمش واحد مؤهل علميا ولديه كفاءة ومشهود لي أن يكون مناسب أنه يختار كوزير لحقيبة وزارة معينة؟ هل معقول ما فيش واحد يصلح أن يكون وزير للمالية، وزير للصناعة، وزير للزراعة، وزير للتجارة، وزير للتموين؟ أنا عارف أن أنتوا بعدين المسيحيين تماما، ومش ممكن خيالي يوصل في ظل الطريقة اللي بتدار بيها بلادنا من سنة 52، مش ممكن خيالي يوصل ولاقي وزير داخلية مسيحي، ده أمر مستبعد، ولا هلاقي وزير دفاع مسيحي، أمر مستبعد، ولا هلاقي رئيس أركان مسيح، أمر مستبعد، مع أن في كفاءات كبيرة جدا. واسألوا عن الكفاءات المسيحية ودورها في حرب أكتوبر. سألوا عن مين اللي أعطى فكرة انهيار خط بارليف. سألوا عن أمور كتيرة جدا كان المسيحيين بيثبتوا فيها حبهم للوطن أولا وأمانتهم في العمل وفي الشغل التفاني والكفاءة العلمية اللي بيتمتع بيها مهندسين مسيحيين وأطباء مسيحيين. لكن أنا بسأل يعني كيف تدار الدولة؟ على أي أساس بيتم اختيار الوزراء لما نلاقي تشكيل وزاري ولا واحد مسيحي؟ ولا واحد مسيحي؟ إيه يا جماعة؟ والمسيحيين مزعلينكم ولا إيه؟ ولا المسيحيين ضيوف في البلد دي ولا إيه؟ ولا ده يعني الدولة عايزة تقول للمسيحيين أنه أنتوا ناس يعني ما فيش خالص حد يتمتع بالكفاءة وبالخبرات عشان يكون مؤهل أن يكون بيعين أو ينتخب أو يختار كوزير؟ إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ إيه اللي بيحصل؟ مش عارف يعني. أنا نفسي أدخل في دماغ المسؤولين في مصر ونظرتهم تجاه المسيحيين. يعني المسيحيين حلوين قوي لما يبقى في نوع من الاحتفالات اللي تطلع يعني تظهر عظمة النظام في مصر. المسيحيين حلوين قوي في مواقف معينة، حلوين قوي لو عايزينهم ينزلوا الشوارع يعملوا هتافات معينة أو عايزين ووحدة وطنية وانتوا أولاد البلد ولا فرق بين مسلم ومسيحي والمواطنة للكل، حلوين قوي في الكلام ده في مواقف معينة. لكن المسيحيين أيضا هم المسيحيين المستخدمين للحشد في مناسبات معينة ومواقف معينة، هم المسيحيين اللي بتقولوا لهم ما تتكلموش، اتحملوا اللي بيحصل فيكم من الهجوم على الكنائس، من خطف للبنات، عشان ما تحصلش فتنة، عايزين نعدي سفينة الوطن توصل إلى بر الأمان بسلام، عايزين نعدي الأيام دي على خير، مش عايزين ندي فرصة لصفحات الإخوان ولا الناس اللي بره يعني أعداء الوطن اللي عايشين بره يستخدموا حاجات زي كده. حلو أوي المسيحيين نطلب منهم حاجات زي كده، لكن عند مناصب معينة
ومراكز قيادية معينة، لا ما نعرفش المسيحيين، لا نتجاهل المسيحيين، لا نخاف. ما فيش رئيس جه في مصر بعد الملكية عنده الجرأة، عنده الجرأة أن يحط وزير دفاع مسيحي، رئيس وزراء مسيحي زي مكرم عبيد مثلا زمان، وزير عدل مسيحي. إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ مش عارف يعني. وأنا بتابع وبشوف اللي اختيار الوزراء، قعدت أسأل يعني سؤال، معقولة المسيحيين في مصر، معقولة للدرجة دي المسيحيين في مصر ما عندهمش خالص يعني أي نوع من الكفاءة أنه يكونوا مؤهلين أنه يتعينوا في مناصب زي كده؟ مش عارف يا جماعة الدنيا بتدار إزاي. أنا ما عنديش خلفية، لو حد عنده خلفية قولولي أتعلم منكم، لكن اللي أنا شايفه بصراحة على الأرض أمر صعب جدا ومش لاقي له تفسير. الحاجة التانية اللي أنا عايز أتكلم عنها، كلنا بنتابع تنظيم ألمانيا ليورو 2024، يورو 24، شايفين الاحتفالات في الشوارع، شايفين الجمهور كل بلد بينزل يعمل كرنفالات ومهرجانات واحتفالات في الشوارع، لا شفنا تحرش ولا شفنا تدافع ولا شفنا حد مات ولا شفنا زي ما اتشاف في الحج واتشاف في أمور معينة زي ما بيحصل في كربلاء وفي نجف وفي في مدن معينة داخل إيران والعراق في مناسبات دينية معينة، شايفين. لكن دايما بعض الناس المنتسبين للجماعات الإسلامية سواء إعلاميين أو فنانين أو لاعبي الكرة عندهم وجهة نظر مختلفة، عندهم كراهية غير عادية للغرب، مع أنه في نفس الوقت هو بيستعمل كل أدوات الغرب، بيستعمل كل أدوات الغرب، مع أنه بيستعمل الآيفون اللي هو اختراع الغرب، النت اختراع الغرب، قاعد قدام شاشات اختراع الغرب، لابس من يعني كل البدل اللي بيلبسها والكرافتات اللي بيلبسها كلها موديلات عالمية من صناعة الغرب، كل شيء، الساعة اللي في ايديه، كل شيء يرتدي من صناعة الغرب، لكن ما زالت الكراهية معششة جواهم ومالية قلوبهم بالحقد والغيرة والكراهية، يدوروا على أي حاجة عشان ينقضوا من خلالها. تابعنا تعليقات اللاعب محمد أبو تريكة، النجم المصري ونجم الأهلي السابق اللي عايش في قطر وعليه يعني مواقف كتيرة جدا ما بعد 3/7/2013 بعد عزل مرسي، هو خد توجه كتير. أنا مش بتكلم عن موقفه السياسي، هو حر، هو يقول اللي يقوله، لكن ما فيش مناسبة إلا وتلاقي أبو تريكة بينتقد المسيحية، ينتقد إشارة الصليب، ينتقد اللاعب اللي يعمل صليب، ينتقد اللاعب اللي يرفع إيده أو يظهر تيشيرت معين عليه جملة معينة فيها إشارة للمسيح أو أي آية من الإنجيل، على طول انتقادات انتقادات، مع أنه أبو تريكة على طول كان يرفع التيشيرت بتاعه وإلا يا رسول الله وغزة في القلب، هو يدي الحق لنفسه يعمل اللي هو عايزه، لكن الآخرين مش من حقه، مش من حقهم يعبروا عن إيمانهم أو عقيدتهم أو مواقفهم السياسية أو الدينية، لا على طول تلاقيه شخص بينتقد أي موقف على طول وبيتكلم ويعمل مقارنات ويبدأ يعني يحرض على الغرب وعلى الحضارة الغربية وعلى توجهات الدول الغربية، ويبدأ يعني يملأ قلوب الشباب اللي بيتابعوه والمغرمين بيه والمحبين ليه واللي يعني بيروه رمز ديني ورمز أخلاقي ورمز للمسلم وكيف يكون المسلم. أبو تريكة شوية أمطار في إحدى الملاعب الألمانية نزلت نتيجة لمتغيرات الجو، وبعد يعني والدنيا ما سببتش أزمة قوي والدنيا اتحلت بسرعة وتشالت الأمور بسرعة وتكمل الماتش والناس مستمتعة، لكن أبو تريكة لا 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 لا، لا. ده موقف بقى نبدأ نستخدمه ونعمل منه ترند ونعمل منه هيصة والناس تهلله والناس تقبر له والناس تهتف له،
بيستغل كل فرصة، ما بيتركش أي فرصة إلا ويقدم نفسه من خلالها أنه المتحدث الأوحد باسم المسلمين، والذي لديه غيرة على الإسلام والبلاد الإسلامية. أبو تريكة طلع على الجزيرة وقال يعني ألمانيا وفشل ألمانيا والله عاقب ألمانيا بشوية مطر نزلوا، يعني من وجهة نظر أبو تريكة الله بيعاقب ألمانيا على شوية أمطار نزلت في الملعب، والله بيحب قطر إنه قطر يعني كانت نعمة كبيرة جدا لما نظمت كأس العالم ولما العالم كله استمتع بالأجواء في قطر ولما ما حصلش أي حاجة. لكن أبو تريكة نفسه لما كانت الدول الغربية ودول كثيرة جدا ومنظمات حقوقية على مستوى العالم بتقول يا جماعة ده في ناس وشباب ماتوا في كانوا شغالين عمال من سريلانكا من بنجلاديش من الهند ماتوا وكانوا بيعاملوا بطريقة فيها سخرة وعبودية أثناء بناء قطر للملاعب اللي استضافت كأس العالم. 6000 عامل بناء في ملاعب قطر ماتوا، أبو تريكة ما اتكلمش ولا فتح بقه، لكن عمال يجمل. ليه؟ لأنه قاعد في قطر، لأنه اللي بيتصرف عليه من قطر، لأن اللي حطه في قناة زي كده قطر، لأن اللي عامله له اسم دلوقتي قطر، فطبعا عند قطر اسكت. لكن لما بلاقي فرصة أمدح. ربنا بيشوفوا قد ايه ربنا بيحب قطر، وشوفوا قد ايه ألمانيا اللي عملت وسوت. هو ده أبو تريكة. طبعا كل الصحافة العربية والقنوات الجزيرة بتعلق على أبو تريكة، والناس بدأت يعني تهلل معاه، وازاي الفوضى اللي موجودة في مباريات ألمانيا وازاي العشوائية وازاي مش عارف ايه. لكن قطر يعني جن وكأنها جنة الله على الأرض. ده أبو تريكة. هستأذنكم ناخد فيديو أو مقطع للاعب محمد أبو تريكة، ونرجع نكمل أو نبدأ في موضوع حلقتنا النهاردة، ونشوف أبو تريكة قال إيه على تنظيم قطر. الحاجه التنظيميه لانهم هارونا في كاس العالم ويحط ايده فوق بقه، لا احنا بنحط بقى ايدينا فوق عينينا لان التنظيم سيء. عندكم مشاكل، عندكم شغب، عندكم استادات بتنزل من المطر فيها بينزل، دورونا بقى. والعالم الصغير الجيل الصغير المبهور بالغرب واوروبا، انسوا العشر شهور دول كشفوا الجميع، كشفوا اوروبا، كشفوا امريكا، كشفوا كل الدنيا. الجيل الصغير بتاعنا يفتح عينيه، يفتح عينيه. كره بس، مش كره بس، لا، الجيل الصغير يتمسك ببلادك ويبقى عندك هويه. والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. لازم أبو تريكة دخل الإسلام في النص، والحمد لله على نعمة الإسلام. ما للإسلام يعني ليه المسلم دايما حاشر الإسلام في كل جملة في كل حاجة؟ يعني ليه المسلم دايما عنده شعور بعقدة النقص وإحساس دايما أنه أقل، فبيدور على أي حاجة اللي من خلالها يعلي نفسه على الغرب ويعمل نفسه ويعمل لنفسه أنه هو يعني لديه نعمة الغرب يعني يفتقر إليها، ولديه نعمة الغرب محروم إليها، وعمال يكلم والحمد لله على نعمة الإسلام. نفسي كمسلم سابق أوصل صوتي للاعب محمد أبو تريكة، وغالبا هو اسمه محمد أبو تريكة، بعتقد ثلاث محمدات وربع. نفسي أوصل صوتي لي يا أخ محمد أبو تريكة، أيها النجم محمد أبو تريكة، أيها المحلل الرياضي محمد أبو تريكة، رجل الأعمال محمد أبو تريكة، أنا كمسلم سابق وأنا يعني بسمع هذه الجملة، وكنت أردد مثلك بالضبط هذه الجملة سابقا أيام كنت مسلم، الحمد لله على نعمة الإسلام. نفسي تقول لي النعمة دي بتاع الإسلام فين؟ أنا ما لقيتهاش، مش لاقي نعمة في الإسلام، بالعكس أنا لاقي نقمة في الإسلام، أنا لاقي كراهية في الإسلام، أنا لاقي حقد في الإسلام، أنا لاقي بغضة في الإسلام، أنا لاقي الإسلام عنده غيرة من تقدم الغرب، بيحسد الناس كلها في حالة غيرة وصراع مع العالم كله.
أنا شايف الإسلام مجموعة من الناس اللي أصابهم أو أكثرية المسلمين، مش عايز أعمم، أكثرية المسلمين مجموعة من الناس عندهم يعني هوس جماعي بكلمة الحمد لله عن نعمة الإسلام، مع أن على أرض الواقع تخلف، همجية، فقر، جهل، تحرش، كل صفة سيئة هتلاقيها في الدول الإسلامية وصدر من المسلمين، كل صفة سيئة هتلاقيها في الدول الإسلامية وطلع من المسلمين، إرهاب، كل شيء، كل شيء. طيب فين النعمة دي اللي انت شايفها وانا ما شفتهاش واللي موجودة في الإسلام؟ يا جماعة يا إخوات المسلمين عمالين تقولوا الحمد لله على نعمة الإسلام، ادوني يعني نفسي واحد عاقل، واحد عاقل يدخل يقول لي هعدد لك قدامك بعض النعم اللي احنا شايفينها في الإسلام، ايه النعم اللي موجودة اللي انت بتشوفها في الإسلام وانا مش شايفها او ما كنتش شايفها وما زلت مش شايف ولا يمكن أراها، لكن أنا أرى على العكس تماما. البغضة موجودة، الكراهية موجودة، التشفي موجود، الشماتة موجود، الحقد موجود، الغيرة من نجاح الآخرين موجود. المسلم هو الكائن الوحيد اللي نفسه يرجع لأيام الطبلية والجلبية القصيرة، السواك، نفسه المسلم هو الكائن الوحيد اللي نفسه يرجع للسيف والمبارزة، المسلم هو الكائن الوحيد اللي نفسه يرجع لورا، العالم كله بيتقدم لقدام والمسلم عنده أحلام الرجوع لورا. ليه؟ لأن بيشوف ورا بمنظور إيه؟ بيشوف ورا من خلال أيام الخلفاء والدولة الأموية والعباسية، الغزو والنهب والأموال والسرقة، هو شايف عالم يرى في هذه الأمور اللي صدرت من خلال الخلفاء وغزو البلاد وقتل النساء وسبي النساء ونهب النساء والغنائم اللي خدوها من البلاد، وبعد كده كانوا سبب رئيسي لتخلف البلاد اللي دخل فيها. ما فيش بلد الإسلام دخل فيها إلا أصابها الخراب، ما فيش بلد الإسلام دخل فيها إلا حولها من دولة عظمى إلى دولة تابعة، إلى مجرد ولاية. ماذا كانت مصر وماذا أصبحت مصر عندما دخل الإسلام إلى مصر؟ أصبحت مجرد ولاية تتبع الحكم في دمشق أو بغداد، مجرد ولاية، أو في المدينة مجرد ولاية. ماذا كانت مصر وماذا أصاب مصر لما دخل عمرو بن العاص بن النابغة إلى مصر يستولى على مصر؟ وهكذا في ليبيا، وهكذا في تونس، وهكذا في الجزائر، وهكذا في المغرب، وهكذا في بلاد الشام، في سوريا، في لبنان، في الأردن، وهكذا في العراق. ماذا كانت هذه البلاد وماذا حدث لهذه البلاد فيما أصبحوا مجرد ولايات تابعة بعدما كانت بلاد حضارات؟ فين النعمة يا جماعة؟ يا جماعة الإسلام موطنه مكة وعاصمته أو المدينة، المدينة التي خرج منها الإسلام إلى العالم من خلال الجيوش والرماح والسيوف. طيب إلى ظهور البترول، إلى ظهور البترول، فين الإسلام وحضارة والحضارة الإسلامية وحضارة الإسلام وعظمة الإسلام من مكة والمدينة؟ ما احنا شايفين الصور وشايفين المدن دي كانت عاملة ازاي، وشايفين حياة الناس دي قبل ظهور البترول كان عامل ازاي. لو كان للإسلام حضارة، ولو كان في الإسلام حضارة، ولو كان في الإسلام رقي، ولو كان في الإسلام تمدن، ولو كان في الإسلام نعمة، كان الأولى أن تظهر هذه النعمة على مكة والمدينة، مش في الأندلس ولا في المغرب ولا في قرطاج ولا في القيروان ولا في القاهرة ولا، لا، كان الأولى أن تظهر في المدن دي. طب فين نعمة الإسلام على مكة والمدينة قبل ظهور البترول؟ فين نعمة الإسلام على المنطقة دي كلها، ما كان يسمى بالحجاز، أرض الحجاز ونجران، قبل ظهور البترول؟ فين نعمة الإسلام؟ فين العلماء اللي طلعوا من المنطقة دي، مش العلماء اللي من برة، العلماء اللي طلعوا من المنطقة دي فين؟ فين العلم؟ فين الاكتشاف العلمي اللي طلع من المنطقة دي؟ عشان كده ما زلت أوجه رسالتي إلى
اللاعب محمد أبو تريكة، من فضلك أنا شخص مرتد عن الإسلام، لم أرى نعمة في الإسلام لكن رأيت نقمة في الإسلام، ورأيت أن الإسلام سبب رئيسي من الكوارث التي حلت على العالم منذ 1400 سنة، وأرى أن سبب كوارث وخراب الشرق الأوسط وراء الإسلام، وأن سبب التخلف والهمجية والعشوائية والفوضى التي يعيشها الشرق الأوسط الآن سبب تخلف الإسلام. يا أستاذ محمد أبو تريكة، أيها النجم الشهير، ممكن تعرفني أو تخلي حد من أتباعك أو من محبيك يعرفوني إيه هي نعمة الإسلام اللي أنت ختمت المقطع بتاعك وأنت بتنتقد تنظيم ألمانيا لكأس أوروبا وقلت الحمد لله على نعمة الإسلام؟ وكفى بها نعمة إيه؟ طب ما كانت نفعتكم يا جماعة، وأنتوا بتكلموا ناس يعني هبلة ولا ساذجة ولا بتكلموا ولا لسه فاكرين نفسكم في القرون الأولى للإسلام؟ ما فيش فضائيات ولا في جوجل ولا في كاميرات بتنقل ولا قنوات بتنقل، فين النعمة دي يا جماعة؟ جننتوني، فين النعمة دي؟ فين النعمة دي؟ فين النعمة دي؟ اطلعوا قولوا لي أيها المسلمون على وجه الأرض، أيها المسلمون المتحدثين باللغة العربية، اطلعوا قولوا لي فين نعمة الإسلام؟ عددوا لي واحد الإسلام عمل فينا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وروني نعمة الإسلام. إلى أن توروني نعمة الإسلام هفضل أقول لكم الإسلام نقمة. موضوع حلقتنا عفاريت الجن في حياة نبي الإسلام. قبل ما أعرض بعض المقاطع اللي بتوضح موضوع حلقتنا، اختتمنا الحلقة اللي فاتت عن اعتراف صريح جدا، وقلنا أن الاعتراف سيد الأدلة، ده مفهوم قضائي، وبعض المسلمين طلعوا يستهزأوا يتريقوا يعني اعتراف، لا ما ينفعش في الدين، لا يا حبيبي الاعتراف سيد الأدلة. تعالوا نشوف نبي الإسلام، وزي ما قلت وبديت الحلقة اللي فاتت الشيطان في التفاصيل، يعني الموضوع ده وراءه شيطان، الشيطان في التفاصيل. وزي ما اتكلمت في الحلقة اللي فاتت وقدمت ليكم أدلة قاطعة جدا على علاقة نبي الإسلام مع الجن، واعترافه قدام خديجة، واعترافه قدام ورقة، واعترافه بينه وبين نفسه أنه كان خايف على نفسه ويخشى أن يكون ما أصابه هو الجن، وأنه فيه هو شخصيا لمة من الجن. تعالوا نشوف بعض الاعترافات. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله: ليس منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين. وقالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن الله عانني عليه فأسلم. وأسلم دي لنا وقفة بعد شوية معه. وروي عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي حدثته أن رسول الله خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، قاعدة يعني بتغل في نفسها، غارت عليه، هو راح عند حفصة ولا راح عند زينب ولا راح عند مريه ولا راح عند جويرية ولا راح عند ريحانة ولا راح عند فلانة، هي مش عارفة راح عند فين. فقعدت يعني دي ليلتي يا رسول الله، دي ليلتي، سايبني في ليلتي ورايح فين؟ طلع رسول الله فعائشة غارت، فغرت عليه، يعني قعدت تغل في نفسها، يا ترى راح فين، يا ترى مع مين دلوقتي من الحداشر واحدة غير الأربعة ملك اليمين. فجاء فرأى ما أصنع، جاء فرأى ما أصنع، لقاها وشها متغير وقاعدة بتغل في نفسها، فقال: مالك يا عائشة، أغرتي؟ مالك يا عائشة، غرت علي؟ قالت: فقلت: وما لي ألا يغار مثلي على مثلك، يعني وأنا مش واحدة ست عشان ما غيرش عليك على مثلك، ده أنت مش واحد، ده لا
دي انت عندك 11 غير 4 ما غيرش ازاي؟ انا واحده من 11 غير 4 جواري ما غيرش ازاي؟ فقال رسول الله لعائشة أم المسلمين، قال رسول الله لعائشة أم المسلمين: أفأخذك شيطانك؟ وفي رواية أخرى صحيحة أيضا: أجائك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أمعي أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. روايتين شبه بعض لكن مروين بطريقة مختلفة. الرواية الأولى على لسان ابن عباس أنه نبي الإسلام كان بيقول للصحابة كلهم أنه كل واحد منكم وكل إليه قرين من الشياطين، وقالوا له: أنت رسول الله؟ قال لهم: حتى أنا، إلى أن الله أعانني عليه. والرواية الثانية على لسان عائشة نفسها، وده حوار شخصي. يعني الرواية الأولى حوار جماعي ما بين رسول الله وصحابته، والرواية الثانية حوار شخصي ما بين رسول الله وعائشة نفسها. يعني روايتين مختلفين في حدثين مختلفين في موقفين مختلفين، يعترف فيهم نبي الإسلام أنه كان به قريب من الشياطين. والاعتراف سيد الأدلة عزيز المسلم. يا أخي المسلم، نبيك بيقول أنا فيها شيطان وأنت تطلع تقول لأ؟ هو بيقول أنا فيها شيطان، أنت طلع تنكر، طلع تقول لأ؟ يا أخي المسلم، أنت ترى في محمد أنه نبي مرسل من الله، وأنا سؤالي لديك: هل قرأت عن موسى قال لدي قرين من الشياطين؟ هل قرأت عن إبراهيم قال لدي قرين من الشياطين؟ هل قرأت عن يعقوب قال لدي قرين من الشياطين؟ هل قرأت عن إسماعيل الذي تراه نبي قال إنه كان لديه قرين من الشياطين أو معه شيطان مثلما قال نبي الإسلام نبيك؟ هل قرأت عن هود؟ هل قرأت عن يونس؟ هل قرأت عن اليسع؟ هل قرأت عن أي نبي؟ عزيز المسلم، ليه نبي الإسلام لوحده اللي كان معاه قرين من الشياطين؟ ليه ما سمعناش عن أي نبي تاني؟ الكتاب المقدس قدامك عزيز المسلم، قصص الأنبياء لابن كثير قدامك عزيز المسلم، طلع لي نبي كان فيه ومعه قرين من الشياطين. طلع لي عزيز المسلم، اشمعنى نبي الإسلام لوحده؟ ده سؤالي. ليه نبي الإسلام لوحده من ضمن الأنبياء، وأنت تؤمن عزيز المسلم أنه كان هناك ما بين نبي ورسول 120 ألف واحد، والقرآن يعني يذكر تقريبا 40 نبي ورسول، اشمعنى نبي الإسلام اللي كان عنده قرين من الشياطين؟ ليه هو اللي القرين من الشياطين لازق فيه؟ ليه هو اللي قرين من الشياطين داخل فيه؟ معك يا رسول الله؟ معي يعني فيا. ليه هو اللي الشياطين بتظهر له وعايزة تمسك فيه ويتخانق معاهم ويقعد؟ ليه هو اللي كان دايما الجن بيظهروا له ويقعد في وسطيهم؟ عزيز المسلم، أخي المسلم، أخت المسلمة، الجن في عرف الكتاب المقدس هم الأرواح الشريرة. الجن في عرف الكتاب المقدس هم الأرواح الشريرة. لا خدعوك فقالوا لك أن هناك جن مسلم وجن نصراني وجن يهودي وجن صابئي وجن هندوسي وجن كافر. الكلام ده دي خزعبلات باعوها لك، خزعبلات باعوها لك. لا يوجد شيء اسمه جن مسلم وجن غير مسلم. يوجد شيء اسمه الجن. تعريف كلمة جنة، جن معناه المخفي أو الغير ظاهر لغويا، جن عليه الليل يعني الليل أخفاه، غير ظاهر لغويا. هذا التعريف لكلمة الجن، معناه هي كل الكائنات الروحية الشريرة الساقطة الغير ظاهرة لأعيننا بمرأة العين، هو ده كلمة الجن. فما يحاولوش يقولوا لك ده في جن مسلم، لا ده باعوا لك. طيب
ليه بقى نبي الإسلام هو النبي الوحيد لو هنمشي معاكم في اعتباركم النبي الإسلام نبي؟ هو النبي الوحيد المتفرد اللي عنده مواقف مع الجن وعفاريت الجن وفي صراع مع الجن وخايف ان الجن يكون جواه ويقول ايوه انا فيا جن وايوه انا كان معايا شيطان. ليه نبي الإسلام لوحده يا جماعة؟ أفيدونا يا جماعة. رواية تانية اللي أنا قرأتها على حضراتكم رواها الإمام أحمد ورواها أيضا مسلم. صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرين. حدثنا هارون بن سعيد حدثنا عن ابن واب عن, 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 عن عائشة زوج النبي حدثته أن رسول الله خرج عن عروة خرج فغرت عليه. نفس الحديث رواه الترمذي بقراءة أخرى. فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقالت مالك فقال مالك يا عائشة غرت. فقالت نفس العواء أقد جائك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. روى الترمذي عن جابر مرفوع بلفظ قال أن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا ومنك يجري يعني موجود جوه مجرى الدم زي الدم ما بيجري جواك الشيطان بيجري جواك. قلنا ومنك يا رسول الله؟ قال ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم. يعترف أمام صحابته أن معه شيطان. يعترف أمام عائشة أن معه شيطان. يقول عن كل صحابته وعن كل المسلمين أن الشيطان يجري في داخلهم مجرى الدم حتى هو أيضا. في ثلاث روايات مختلفة يعترف نبي الإسلام أنه معه شيطان. في تفسير النيسابوري جزء 5 صفحة 413 فينسخ الله ما يلقي الشيطان. قال ابن عباس في رواية أن شيطانا يقال له الشيطان الأبيض آتاه على صورة جبريل وألقاه إليه فقرأها الآيات بتاع الغرانيق. يعني كان في شيطان اسمه الشيطان الأبيض ملازم دائم لنبي الإسلام. حديث آخر قلت لابن مسعود هل صحب النبي ليلة الجن؟ في حاجة اسمها ليلة الجن. أحد منكم قال ما صحبه منا أحد ولكن افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة فقلنا أغتيل أو أستطير. أستطير يعني اتاخد لفوق. ما فعل به؟ قعدوا يتساءلوا ما فعل به. فبتنا بشر ليلة بات بها قوم حتى إذا أصبحنا كان في وجه الصبح إذا نحن به يعني وإحنا قاعدين نفكر يجيء نبي الإسلام من قبل غار حراء. قال فذكروا له الذي كانوا فيه. قعدوا يقولوا له ده إحنا بتنا بشر ليلة. ذكروا له الليلة الصعبة أنت اختفيت يا رسول الله من وسطينا وعدنا نخمن يا ترى أختيل يا ترى استطير يا ترى حصل له إيه. بتنا في شر الليلة. فقال آتاني داعي الجن فأتيتهم. رحت معاه يعني داعي الجن قال لي عايزينك في زيارة نبي الإسلام. فين يا داعي الجن؟ هاخدك لمكان لقبيلة من قبائل الجن. ده مش بقى في جن واحد ولا في شيطان ده في قبيلة لاجئون لديه لاجئون. فأتيتهم رحت معاه فين يا رسول الله؟ رحت معاه مكان استقرار الجن. فين؟ في الجبال في المغارات في الكهوف. هو جاي من ناحية غار حراء. إذن اللي أنا قلته في الحلقة السابقة أن اللقاء الذي تم داخل غار حراء هو لقاء مع شيطان لأن في مثل هذا المكان كان يتقابل نبي الإسلام مع الجن. فأتيتهم
فقرأت عليهم. قرأت عليهم إيه يا رسول الله؟ القرآن. إنا سمعنا قرآنا عجبا. قرأت عليهم القرآن. قال فانطلق فأرانا آثارهم. يعني انطلق يعني قال لهم مش مصدقني. الصحابة بصوا لبعض، ازاي ما نصدقكش يا رسول الله، بس الموضوع اللي انت بتحكيه ده يا رسول الله موضوع يعني شوية يعني صعب صعب. قال لهم تعالى اوريكم. فخدهم فانطلقوا وراءهم. فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. هو يعني متأسف، الجن ده مش أرواح يا جماعة، الجن ده مش أرواح. حد يجاوب علي، يعني الجن ده مش أرواح؟ طيب هي الأرواح محتاجة لنار لتستدفئ عليها، محتاجة النار تتدفى عليها. فأرانا آثارهم. طب الجن ده مش عالم مخفي، عالم أرواح؟ آثارهم إيه؟ يعني عاملين حمامات مثلا، ولا سايبين بقايا الأكل؟ وآثار نيرانهم. طب مولعين الجن مخلوق من نار، طب إزاي يولعوا نار وهم مخلوقين من نار؟ ما المشكلة أن المسلم بيسمع بدون ما يشغل عقله، بدون ما يفكر. وآثار نيرانهم. قال الشعبي وسألوه الزاد. يعني بعد ما رسول الله قعد يعلمهم القرآن سألوه الزاد. يعني إيه سألوه الزاد؟ قالوا له إحنا جعانين يا رسول الله. وكانوا من جن الجزيرة. يا سلام سلم، من جن الجزيرة. يعني الجن كمان حسب العرف الإسلامي كل منطقة ليها الجن بتاعها، وليها وكل الجن المنطقة واخد الجنسية بتاع المنطقة بتاعته. يعني في جن الجزيرة واخد الجنسية بتاع الجزيرة السعودية، في جن بتاع مصر واخد الجنسية المصرية، في جن بتاع السودان واخد الجنسية السودانية، في جن بتاع العراق واخد الجنسية العراقية، وهكذا. وكانوا من جن الجزيرة. فقال كل عزم، يعني قالوا يا رسول الله احنا دخلنا بقى الإسلام، قل لنا بقى يا رسول الله من وقت دخلنا للإسلام هنبدأ ناكل ايه؟ احنا قبل ما ندخل الإسلام يا رسول الله كنا بناكل اي حاجة نلاقيها. هو الجن محتاج اكل؟ الجن ارواح يا جماعة، الجن محتاج اكل، الجن محتاج نيران عشان يستدفئ عليها، يتدفى عليها. وانتوا بتفكروا ازاي؟ هو ده ما فيش خالص؟ هو ده انتوا بتقروا من غير ما تفكروا ولا تحللوا ولا تمنطقوا الامور ولا تسألوا ولا تقولوا ازاي ده حصل؟ لا. فرسول الله قال لهم ايه؟ قال لهم كل عظم تلاقوه مذكور عليه اسم الله كلوه. وخدوا بقى المفاجأة، اول يا جن ما هتمسك العظم اللي هتلاقيه في الصحراء الله هيملاه لحمة. اقعدوا كلوا بقى اللحمة اللي هتيجي على العظم ده، وكلوا العظم والروث. الروث اللي هو يا جماعة الروث اللي هو الحاجات بتاع الحيوانات والخرفان والإبل، مخلفات الحيوانات. مش يعني ممكن واحد يسمع كلمة مخلفات الحيوانات يفتكر بقايا طعام الحيوانات، لا، يعني الحاجات اللي بتعملها الحيوانات. هو ده الجن يا جماعة. الحديث يا جماعة صحيح، رواه الترمذي. حديث تاني لقاءات نبي الإسلام مع الجن وعفاريت الجن. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود أتانا رسول الله قال إني قد أمرت أن أقرأ على إخوانكم من الجن. فرسول الله، ده حديث تاني ورواية تانية وموقف تاني. رسول الله راح لعبد الله بن مسعود والصحابة قال لهم أنا جالي أمر من السماء أن أروح أقرأ على إخوانكم من الجن القرآن، فليقم معي رجل منكم. قال لهم هاتولي راجل يمشي معايا، ولا يقم رجل في قلبه مثقال حبة من كبر. يعني ما يكونش واحد متكبر لأنه هيشوف حاجة غريبة. عبد الله بن مسعود بيقول فقمت معه وأخذت معي إداوة فيها نبيذ، يعني حاجة فيها نبيذ. انتبهوا للحديث ده، كارثة كبيرة جدا. فانطلقت معه، فلما انطلقت معه خط لي خطا، يعني رسول الله عمل لي دايرة كده حواليا وقال لي عبد الله بن مسعود ما تطلعش بره الدايرة دي، خليك مستنيني جوه الدايرة دي، وخلي الإداوة اللي معاك اللي فيها نبيذ لحد ما ارجع. فيها ايه يا جماعة؟ نبيذ. فيها ايه؟ نبيذ.
اهو الكلام اهو جوه الحديث مش انا اللي بقوله. وقال لا تخرج منه، لا تخرج من الخط، فان خرجت لم ترني ولم اراك الى يوم القيامه. يعني قال له يوم ما تخرج انا مخصمك، لا تشوفني ولا اشوفك ليوم القيامه، اوعى تخرج بره الدايره والخط اللي انا رسمته لي. فقلت ما قعد، يعني عبد الله بن مسعود بيقول قعد خشيت ان اخرج، عشان لا، لانه قال لي لا تراني الى يوم القيامه. ثم رجع رسول الله فسال عبد الله بن مسعود هل معك وضوء؟ قلت لا. فقال رسول الله لعبد الله بن مسعود بعد ما رجع من لقاء الجن ما هذه الاداوه، يعني ايه الاناء اللي موجود في ايدك؟ قلت فيها نبيذ، نبيذ يعني نبيذ، يعني نبيذ. قال تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ بالنبيذ وأقام الصلاة. فلما قضي الصلاة قام إليه رجلان من الجن فسألاه المتاع، فقال ألم أأمر لكما ولقومكما بما يصلحكم؟ قالا بلى، ولكن أحببنا أن يشهد بعضنا معك الصلاة. قال ممن أنتما؟ قالا من أهل نصيبين، ودي قبيلة من القبائل، قبائل الجن. فقال أفلح هذان وأفلح قومهما، وأمر لهما بالروث والعظام طعاما ولحما، ونهى النبي أن يستنجى بالعظام والروث لأنه طعام الجن. رسول الله توضأ بالنبيذ يا جماعة، رسول الله توضأ بالنبيذ وصلى بعد ما توضأ بالنبيذ. ده مش كلام يا جماعة، الكلام ده موجود في الطبراني جزء 10 صفحة 64 المعجم الكبير باب العين، من اسمه، من اسمه عبد الله، عبد الله بن مسعود الهذلي، طرق حديث عبد الله بن مسعود، ليلة الجن مع رسول الله، باب من ذكر عن عبد، من ذكر عن عبد الله بن مسعود أنه كان مع النبي ليلة الجن. وهذا الحديث ورد عشان ما يجيش حد يقولك ده حديث ضعيف، لا، أنا حطيت قدامكم أن الحديث ده اتروى من كذا شخص ومن كذا مكان، تضعفوا لي من هنا هجيبه لك من هنا. خلاصة الكلام، ولسه في كلام تاني هقوله بعد شوية، ده لسه في جن قوم الذط الذين كانوا يتزحمون حوالين رسول الله ويركبون على رسول الله. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري وحديث صحيح، وأنا وقفت على صحة هذا الحديث وجبت لكم الراجل اللي عمالين يقولوا عليه اللي هو عمر البكالي أنه هو رجل ليس له ثقة، وجبت لكم توثيق أن الرجل عمرو البكالي، وجبت لكم توثيق الرجل ده إزاي الرجل ده له ثقة ومشهود له، والبخاري نفسه قال كده كان من الصحابة وروى عن النبي. ليلة الجن، هل سمعتم عن أي نبي آخر كان يقضي ليالي مع الجن مثلما كان يقضي نبي الإسلام؟ والسؤال اللي هفضل أسأله باستمرار، إيش معنى نبي الإسلام اللي كان معاه ليالي مع الجن؟ هناخد بعض التلفنات، ناخد أخونا نصر، وبعد كده نرجع نوثق الكلام اللي احنا قلناه بفيديوهات للشيوخ، تسمعوا حضراتكم من الشيوخ. تفضل أخي نصر من لندن، سلام المسيح. شخصك الغالي وجميع العاملين في أسرة الكرمة وأخواتي المشاهدين، عندي مشاركة بسيطة لموضوع اليوم. مبدئيا إله الإسلام هو إله أحد آليات الجاهلية، وهو ينوب عن الشيطان في الأرض، كان في صورة تمثال، الموديل القديم قبل ما يبدأ الإسلام، يعني الموديل القديم للإسلام، يعتبر الشيطان في الإسلام هو من أهل البيت، كلا بل هو المؤسس للإسلام. إذن علاقة الإسلام بالشيطان هي علاقة ولاد العم أو أهل البيت. دايما المسلم يعوذ بالله اللي هو اللات. ليه؟ لأن من صفاته المكر والتعالي والتكبر اللي هي الصفات الشيطانية، يعني فما يقدرش يكون عنده سلطان زينا، ولكن نحن لا نعوذ بالله، إلهنا خالق الكون مش اللات، الإله الحي. وده معانا كل الأيام حتى انقضاء الظهر، وأعطانا سلطان المجوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. أتحدى مسلم يقول لي الجملة دي في القرآن، لأنه لو قالها
يبقى ما فيش قرآن أساسا، ويبقى إله الإسلام مش هو الشيطان، ولكن ما يقدرش. عشان كده كان في تحالف، عقد قران ما بين الاثنين. والموضوع حتى الشيك اللي هتتكلم فيه بعد كده، أهل النسب اللي هم أهل الزلط اللي هم نسب محمد، وهنسمعها من حضرتك، لم يستطيع القرآن أن يذكر آية مثل هذه. ليه؟ لأنه سيمعت نفسه بنفسه. فهل ما زلت أخويا المسلم تعوذ باللات مش الله، أم تفضل أن تكون لك سلطان على اللات وربنا معاك؟ شكرا حبيبي، ربنا يبارك أخويا الغالي. شكرا. معانا الأخ يوسف والدكتورة مريم من مصر. سلام المسيح، أهلا بيك حضرتك على الهواء، تفضلوا. ألو، معانا الأخ يوسف. ألو أخ يوسف. سلام المسيح أخ أندرو. سلام المسيح، تفضل حضرتك على الهواء. ألو، سلام المسيح. سلام المسيح، إزي حضرتك أخ أندرو؟ الرب يبارك حبيبي، تفضل. طبعا إحنا كزمان كنا بنسمع إن دايما عادة إن المسلم مؤمن بوجود الجن، وفي سورة واضحة في القرآن اللي هي سورة الجن. اللي أولها قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا فأمننا به. يعني في جن مؤمن وجن كافر. فأنا بالنسبة لي عزف عندي مجموعة من الأسئلة عن الجن المسلم أو الجن الكافر بمعنى أصح. يا ريت بس إخواتنا جاوبونا، بس أنا عايز أسأل سؤال. ليه الجن المسلم ما سمعناش إن في مرة اشترك في أي معركة مع المسلمين زي خرافة اشتراك الملائكة في غزوة بدر؟ السؤال الثاني، ليه الجن المسلم ما بيقومش لا يقوم بالوسواس في صدور المشركين ويقنعهم بالإسلام مثل الجن الكافر اللي بيوسوس في صدور الناس؟ زي في سورة الفتحة بيقولوا من الجنة والناس. السؤال الثالث يا أخ أندرو، ازاي بيولي بيقنعني ان الملائكة اشتركوا في غزوة بدر رغم ان كل قتل المشركين في الغزوة 700 مشرك او 700 واحد من مشركين مكة؟ هل الجن الملائكة غير قادرين على إبادة الكفار كلهم؟ المفروض يعني ده عالم مخفي غير مرئي يقدر بسهولة يبيد. تمام. طب سؤال تاني يا أخ أندرو، ليه الجن المسلم، لماذا لا يقوم الجن المسلم بتنظيف أذن المسلم النائم من بول الجن الكافر حتى يفرقه في سماع الفجر؟ يعني ده سؤال حضرتك وجهه لإخواتنا اللي بيشاهدونا. ما أنا بوجهه لإخواتنا العباس اللي بيقول لك الحمد لله على نعمة الإسلام. السؤال الأخير يا أخ أندرو اللي حابب أسأله، ليه الجن المسلم ما بيمنعش الجن الكافر من شد شعر من دور المسلم وهو بيصلي حتى لا يشتته في الصلاة؟ يا ريت اخواتنا المسلمين يجاوبونا على الأسئلة دي، طالما ان في جن مسلم ومؤمنين بالله ورسوله. تمام. السؤال الأخير يا أخ أندرو، لماذا لا يقوم الجن، يعني ما سمعناش مرة ان الجن المشرك دافع عن الله ورسوله وقتل حد من الناس اللي بيسيئوا لله ورسوله على مر التاريخ؟ لما يمكن يا أخي يوسف، يمكن الجن المسلم بيقتل من الجن الكافر لما يسيء لرسول الله؟ مش وارد. وارد. ما احنا لا احنا يعني الانسان يقتل الانسان والجن يقتل يعني الجن. ايه رايك في المعادله دي؟ يعني المسلم يقتل الانسان اللي يسيء لرسول الله. الله ورسوله اعلم. الله ورسوله اعلم. طيب شكرا اخ يوسف. هل معنا دكتوره مريم؟ لا مريم، خلونا مريم ثواني معاك. اتفضل. الو. سلام المسيح اخ أندرو. سلام المسيح دكتوره مريم. سلام المسيح، ربي يباركك، اتفضلي. ربنا يباركك، ربنا يباركك. هو ليه دايما الجن ليه دور وصولات وجولات في حياه المسلم؟ يعني حتى لما يجي يقرا القران بيستعيذ من الشيطان الرجيم، والجن بيشاركوا في زوجته وبيستعيذ منه وهو داخل الحمام، ودايما على طول في هجس من الجن. هو مش المفروض ان هو يعني بيؤمن بالاله القدير اللي هو يحميه ويعصمه؟ بس ارجع واقول انه حتى ما قدرش يعصم الرسول اللي سحر لبيد بن الأعصم، وقعد 6 شهور تحت تأثير السحر وكان بيتخيل حاجات وعنده يعني نوع من أنواع الهلاوس. فالمسلم مش حاسس كده أنه هو في الموقف الأضعف وهو بيعبد الإله الأضعف اللي الشيطان أو الجنة أو أيا كانت المسميات بتتحكم فيه هو ورسوله، ولا بس هو بيردده زي البغبغانات؟ مع الأسف أنه الحمد لله على نعمة الإسلام، إحنا مش شايفين النعمة دي ولا قادرين أن إحنا ندركها. فياريت يعرفونا إيه هي عشان يعني نبقى معاهم على الخط، فاهمين هم بيحمدوا إلههم وبيشكروه على إيه بالظبط. وشكرا يا أخ أندرو. شكرا، ربنا يباركك دكتورة مريم. وأنا يعني من البرنامج هنا عايز طلبة صلاة خاصة
لأختنا الدكتورة مريم بتعدي بظروف صحية صعبة جدا، فمن فضلكم ضعوا الدكتورة مريم وأخونا يوسف لأن بيعدوا في وقت صعب جدا، هم خدام أمناء للرب ولهم خدمة والرب بيستخدمهم. وانتم تابعتم الدكتورة مريم في حلقات كثيرة جدا من برنامج صوت العبرين، وازاي الرب مدي لها كفاءة بتقدر تكشف ألاعيب المسلمين في الترجمة المزورة أو الترجمات المحرفة والمزورة للقرآن والصور اللي بيقدموها للغرب. وأيضا الرب بيستخدمها مع فريق مهم جدا أنا بشكرهم، بيترجموا بعض حلقات برنامج أنا مش كافر للغة الإنجليزية، وقريب جدا رغم يعني التكلفة العالية هيكون في بعض الحلقات اللي إخواتنا المشاهدين طلبوها بالاسم وطلبوا أن هي تكون حلقات مترجمة. كتير جدا من حلقات برنامج أنا مش كافر هتكون مترجمة للي حابين يستخدموها ويقدموها للأمريكان أو في أوروبا أو في ندوات معينة. ربنا يباركك دكتورة مريم، هنستمر في الصلاة لأجلك ولأجل الظروف الصحية اللي بتجتازي فيها. معانا صديقنا الدكتور معتز، اهلا بيك دكتور معتز، ليه غيبة طويلة؟ اتفضل. ده حياتك كده زي بالنسبه لحضرتك، كل سنه وانت طيب عشان العيد الكبير. اسمعني بس، بلاش الدخول السخن ده، يعني خلينا يعني كل سنه وانت طيب الاول. واهلا بيك ومرحبا. اتفضل. لا بس عشان وقتك ضيق انا مش عايز لا لا اتشرف بيك دكتور معتز، اتشرف. اتفضل. هو انا عايز اوضح لحضرتك، هو بالنسبه للجن، الجن اتخلق من النار والإنس اتخلق من الطين. طيب. فهو اللي النار اتعرف حضرتك زي ما تقول مصدرها هو الشجره، يعني ارايتم النار التي تورون انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون. فهو يعني النار يا دكتور معتز وحضرتك راجل دكتور ومثقف، النار ما تجيش بس الا من الشجره، مصدر النار الوحيد الشجره. ما هو يعني انا بديك مثال حاجه ان هي ماده عضويه، النار ماده مش يعني الملائكه بقى اتخلقت من نور. طيب. مش ماده. لا طب الجن، خليني معاك يا دكتور معتز، انت ربنا يباركك واشكرك لاجل صراحتك، خليني معاك يعني الجن اتخلق من النار والنار مصدره من الشجر. طيب ايه الفايده ان رسول الله بيقول لعبد الله بن مسعود نبيك يعني، ورسولك بيقول لعبد الله بن مسعود ان تعالى اوري لكم آثارهم وآثار نيرانهم؟ طب ما دول كائنات من نار، يولعوا نار ازاي يا دكتور معتز؟ يعني كائنات من نار تولع نار، ايه فايدة النار مع كائنات من نار؟ ما احنا من طين وبنستعمل الطين برضه ونعمل بيه تماثيل، انا مش دي المشكلة حضرتك. يا دكتور التراب مادة تستطيع ان تشكلها، لكن ان الجن من النار يولعوا النار ليه؟ ايه الفايده؟ ما انا هوضح لك. وضح لي. النار حضرتك طالما من الشجره بتيجي من الشجره يبقى فيها حاجه اسمها الكربون والهيدروجين والاكسجين. طيب. اللي هي مجموعه اسمها سي اتش او. السي اتش او ده يعني جسم عضوي، ماده عضويه، انما عشان كده يا دكتور معتز بلاش اللف ده، بلاش اللف. ان قاعدين مولعين النيران بيستدفقوا عليها، هو الجن هيبرد؟ هو الجن من النار هيبرد؟ ايوه. وانت محتاج للنار ليه؟ ما نعرفش احنا حاجه عنه يا بيه، احنا ما عندناش اي معلومات يا حبيبي. انا بسالك بناء على اللي قاله رسولك، يعني ده كلام ما يدخلش العقل. أيوة هم اكيد ما تحاولوش يا دكتور معتز، من فضلك ما تستعبطنيش، انا راجل معلم متعلم ودارس، ما تقوليش بقى اصل فيها ماده وفيها ثاني اكسيد الكربون وفيها نيتروجين وفيها اكسجين وفيها بيعملوا بيها بيستنشقوا يعني من النيران ولا بيعملوا بيها ايه؟ هو طالما حضرتك طالما هو متكون من سي اتش او دوت اللي هو الكربون والهيدروجين والاكسجين يبقى لازم بياكل ويشرب وبيتغوط، لذلك يعني الجن يحتاج الجن الارواح تحتاج للاكل والشرب والاستنشاق. الجن مش ارواح، امال هم ايه؟ مخلوق من ماده عضويه. امال هم ايه؟ الملائكه. امال هم ايه؟ مش ارواح. الارواح يعني كائنات مش ارواح، يعني كائنات ماديه. كائنات ماديه. ايه كائنات ماديه. ايه كائنات ماديه. ما انت قلت لي مش ارواح، يعني كائنات ماديه. هي النار. انما الملائكه يا عزيزي الجن بتقول لي مش ارواح، كائنات ماديه. طالما كائنات ماديه مش ازاي مش قادر تتعامل معاهم وتتلامس بيهم طالما كائنات ماديه؟ ما هو ربنا اللي عملهم بقى ليهم، ما بيظهروش لينا. ده حاجه علم الغيب. انا عايز الحقيقه دكتور انا بشفق عليك، فعلا بشفق عليك، وانا بحترم غيرتك على الاسلام،
بس انت بتتكلم يعني انت بتقول حاجات عايز تقول لي حاجات علميه وهي مش علميه, وعايز تلبس لي العلم في حاجات هي خزعبلات. طيب سؤالي بقى ليك يا دكتور معتز, وحضرتك على الهواء, للاسف فقدنا الدكتور معتز, يعني اتمنى الدكتور معتز يدخل مره تاني لان عندي مجموعه من الاسئله نفسي اسالها للدكتور معتز. لكن خلوني قلنا ان الحلقه اللي فاتت, لان الحلقه دي استكمال للحلقه اللي فاتت, انا لقاء الشيطان بوضوح بدا في غار حراء, لكن كانت هناك لقاءات ما بين الشياطين وهي ظاهره في شبه ملاك بتوهم لنبي الاسلام انها ملائكه, هم ليسوا ملائكه لكن كان شياطين وجن عفاريت ظهروا لنبي الاسلام في مراحل مختلفه وعملوا تلامس مباشر مع نبي الاسلام, ده ما يسمى حوادث شق الصدر قبل لقاء غير حراء. هاخد بعض الفيديوهات ونستكمل معاكم موضوع حلقتنا وناخد بعض التليفونات. وحالة التحية فضل لابد لابد بإجماع اسمعوا, وده نصوص العلماء في علم التوحيد وعلم الكلام أنه ليس هذا خاص, ليس خاصا بنبينا وحده, بل هو موجود في كل الأنبياء. تميز نبينا صلى الله عليه وسلم بأن تهيئته كانت في السماء لا وفي الأرض أيضا, يعني لما حصل شق الصدر الشريف عند حليمة كان تهيئة, لما حصل في نفس ليلة الإسراء والمعراج شق الصدر في الحطيم أو في حجر إسماعيل كان تهيئة. شق الصدر الروايات تنبئ على أنه حدث ثلاث مرات, وفي كل مرة من هذه المرات كان تهيئة لما بعده. في كل مرة ينزع حذف, في كل مرة ثلاث مر, يعني الدكتور والشيخ الفاضل علي جمعة بيقول حصل شق الصدر للنبي ثلاث مرات, عند حليمة وهو عنده سنتين أو ثلاث سنين, والبعض يقول أربع سنوات, وعند غار حراء في اللقاء الأول حصل شق الصدر, وعند قبل الإسراء حصل شق الصدر. النبي ده اللي ثلاث مرات يحصل له عملية قلب مفتوح ويطلع القلب العضوي ده ويتغسل ويتشال حظ الشيطان منه ويعملوا له تاني ويعملوا له خياطة وعملية جراحية وخياطة الصدر والقفص الصدري هنا ويدخلوا القلب مكانه ويوصلوا الشرايين. النبي ده يا جماعة هو بيقول حصل لكل الأنبياء, فين موسى؟ هل موسى حصلت له العملية دي؟ هل هود النبي اللي انتوا بتقولوا عليه ده حصلت له العملية دي؟ هل إبراهيم حصلت له العملية دي؟ هل إسماعيل حصلت له العملية دي؟ هل إسحاق؟ هل نوح يا جماعة؟ هل يعقوب يا جماعة؟ إيه الخزعبلات؟ مين اللي اتفتح له قلبه واتعملت عملية شق صدر وتطلع القلب؟ هو حظ الشيطان حاجة عضو جوه القلب؟ سبق واتكلمنا في الموضوع ده المرة اللي فاتت. الدكتور علي جمعة بيقول إن نبي الإسلام اتعملت له ثلاث مرات عمليات شق صدر. ناخد واحد تاني بيصدق على الكلام ده. عن شق صدر النبي فانا حابب اقول لك علشان تبقى على درايه بالسيره النبويه فضل. وولادنا يبقوا عارفين الحدث ان مش دي المره الاولى أيوة. ولا الاخيره هي المره الاولى لشق صدر النبي, بس ما كانتش الاخيره لشق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتشق صدره ثلاث مرات, صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. النبي اتشق صدره كم مره؟ ثلاث مرات. المره الاولى اللي احنا بنتكلم عنها دي, طيب وبعدين والمره الثانيه؟ ايوه المره الثانيه كانت قبل تلقي الرساله. طيب والمره الثالثه؟ والمره الثالثه كانت عند الاسراء والمعراج, وكل مره ليها سبب. خد بالك من الكلام ده. المره الاولى اللي بكلمك عنها دي خلي بالك, ها لما ترجع كده للكلام اللي كنا بنقوله من شويه, استخرج منه علقه سوداء وقال هذا حظ الشيطان, او فقال هذا حظ الشيطان. ليه؟ اقول لك علشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش قلبه امراض القلوب. عشان ما عرفش قلبه امراض القلوب. طيب سؤالي لفضيله الشيخ, هل تقصد امراض القلوب اللي هي الامراض اللي بتصيب القلب من يعني انسداد في الشرايين, مشكله في الصمامات, مشكله في جدار القلب, مشكله في نبض القلب, ولا امراض القلوب تقصد بيها الغيره والحسد؟ تبقى مصيبه لو انت بتقصد بيها الغيره والحسد والكراهيه والبغضه, لان دي حاجات في المشاعر, والمشاعر دي حاجه تخص العقل والذهن ما بتخصش القلب. القلب عضله يا جماعه, القلب عضله, القلب عضله, عضو موجود جوه الجسم. حاجه تانية, ايه حظ الشيطان ده؟
يعني نفسي أسأل المسلم، إيه يا جماعة هو في عضو إحنا بنتولد بيه اسمه حظ الشيطان اتشال بس من نبي الإسلام، لكن باقي البشرية ما تشالش منها حظ الشيطان؟ يعني موسى ما تعملتش عملية ليه وتشال حظ الشيطان؟ نوح ما تعملتش عملية ليه وتشال حظ الشيطان؟ طب المسيح اللي الوحيد اللي اتولد حسب الروايات الإسلامية بدون ما يبكي وبدون ما يصرخ ليه؟ لأن الشيطان بيخاف من المسيح ولم ينخصه الشيطان بحسب الروايات الإسلامية. هل المسيح مولود بدون حظ الشيطان حسب الروايات الإسلامية، ولا مولود بحظ الشيطان بس ما تعملتلوش عملية بحسب الروايات الإسلامية؟ وضحونا يا جماعة. أنا أشكر رب أن رجع معايا الدكتور معتز، وهو رجل دكتور ومثقف ورجل عنده معرفة علمية أكاديمية كبيرة، يقدر يقول لي ويجاوب على السؤال ده. ويعني أنا بطرح عليك السؤال، أرجو أنك تفيدني علميا يا دكتور معتز، هل في داخل الإنسان قطعة لحم تسمى حظ الشيطان؟ تفضل يا دكتور معتز. السلام عليكم يا استاذ عم. هو حضرتك يعني ربنا مش قال يسألون عن الروح، قول الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهو العلوم اللي احنا بنعرفها العلوم المادية والكونية دي علوم ضعيفة جدا وقليلة. أنا سؤالي محدد يا دكتور معتز، أنا سؤالي محدد، هل الخطية والفكر الشرير عبارة عن نقطة سودة موجودة جوه القلب العضوي وانت راجل دكتور ومتعلم ومثقف؟ لا كل ده طبعا كلام، كل ده كلام جوازي مجازي. لا ما قالش مجازي. لا 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 ما تاخدنيش في سكة، ما قالش مجازي. قال اتعملت له عملية. هل الله مش يقدر يطهر الإنسان وينقيه ويقدسه بدون ما يبعت ملائكة يطلعوا القلب ويطلعوا منه حظ الشيطان وتقول لي ده كلام مجازي؟ ده كلام يعني الرسول كان فيه فتحه عمليه في صدره، الرسول كان فيه فتحه عمليه في صدره، ما كانش فيه، ما اتقال لك فتح صدره. لا 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 مش مجازي. ما هو بيقول لا 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 الاحاديث والرواية. حضرتك اعلم ولا الدكتور علي جمعه الاعلم في امور الدين؟ علي جمعه مش فاهمه في الطب. طيب الدكتور علي جمعه في امور الدين؟ لا الدكتور علي جمعه قال لك امر امر حصل والروايات ذكرت. يعني ابن عباس لما كان بيقول لك كده ارى اثر الخيط في صدر النبي، كان ابن عباس ما بيفهمش. لا لا يبقى لا لا لو بيقول كده يبقى حديث ما فيش اي. هو رب جبريل لما هيفتح، لا ده حديث صحيح مش هيعمل. لا 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 ده فتح وطلع القلب، مش هيعمل اثر. فتح وطلع القلب وعمل اثر وثبت. والمشكله بقى يا دكتور معتز، اسمعني بقى بلاش التهرب ده. اسمعني انت عارف العمليه دي اتكررت كم مره؟ انت عارف العمليه دي اتكررت كم مره يا دكتور معتز؟ ايوه ايوه يا بيه. اتكررت كم مره؟ اتكررت كم مره؟ ايوه ما ثلاث مرات. ما انا عارف ونبي ثلاث مرات يحتاج ان يتغسل قلبه عشان خاطر يطهروا من الذنوب. يا يا باشا يا دكتور يا متعلم يا مثقف، هو الشر اسمعني اسمع، الشر في القلب ولا في الفكر؟ ما هو القلب ده حاجه مجازيه في الكتاب المقدس وفي القران استعملوه. يا عزيزي بيقول لك طلع قلبه، ما قالكش طلع فكره، طلع قلبه. ما هو انتوا ليه اللف والدوران ده؟ ما تقول مش عارف ليه اللف والدوران، ليه التبرير واللف والدوران؟ بيقول لك طلع قلبه، الحديث مروي بيقول لك طلع قلبه وشال منه حظ الشيطان وغسله ورده تاني وخيط الصدر. ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ بس ده غسيل، غسيل ملائكي من الملائكة، مش هو ده، مش حاجة مادية. يا عزيزي ده عملية حقيقية حصلت. طب ما بالأولى كان الله بدل ما يبعت ملائكة يقول له يا محمد ووجدك ضالا فهدى، يهديه بدون عملية. هو مش قادر يهديه بدون عملية؟ طب مش معنى ده ما حصلش لموسى يا دكتور معتز، ما حصلش لعيسى ليه، ما حصلش النوح ليه؟ هو فقدنا الدكتور معتز حظه انه بيقطع التليفون. معانا الاخت فريال من لندن. سلام المسيح اخت فريال، تفضلي. سلام ونعمة المسيح معك اخ اندرو، الرب يباركك ويحفظك ويتمجد في خدمتك يا بطل في الايمان. صلاتنا لك كل يوم باسم يسوع القدوس. أخ أندرو أنا بس حابة يعني أسأل هذا السؤال خط على بالي. في محل في المدينة اللي نعيش فيها، محلي صاحبه عربي، فكاتب على الفترينة على الجنب طبعا باللغة العربية تأثير الجن والسحر الأسود
وعين الحسد هذا الشخص يعني يعالجها من القرآن والسنة. طيب إذا هو جن مس نبيه ومسه جن وأصابه بالصرع، فكيف من القرآن هذا الشخص أبو العريف راح هو يعالج تأثير الجن من القرآن والسنة؟ إذا كان نبيه الجن مسه إزاي هو يعالج؟ شكرا جدا أختي فريال، ربنا يباركك. معنا دكتور مايك، سلام المسيح. دكتور مايك تفضل. ونعم أخ أندرو. تفضل. سلام ونعم أخ أندرو. سلام المسيح، الرب يباركك. تفضل. الصوت واضح؟ واضح. تفضل عشان وقت الحلقة. تفضل. أنا عايز أقول كلمة بخصوص أبو تريكة فارس الأول. تفضل. الحمد لله على نعمة الإسلام. ما هو أنت أصلك متحامل عليه قوي يا أستاذ أندرو. نعمة الإسلام فتح لهم باب اللي هم عايزين يعملوه يعملوه. ما هي دي نعمة. لما تعمل خطية زي ما انت عايز وما فيش ضمير يحاسبك ده حلو قوي. تقتل، تزني، تخوت معك أربع نسوان، تعمل وتسوي، كل ده حلو. يبقى الحمد لله على دي نعمة. النعمة التانية ما هو بيدوا له فلوس بالهبل. كل ما يطلع يدوا له فلوس عشان يقول ايه؟ عشان يقول كلام فاضي. ولا هو داعية ولا هو مسلم يعرف القرآن ولا هو له أي حاجة غير أنه بيعرف يشوف الكورة. طيب مشاركتك عشان وقت الحلقة دكتور مايك، معلش تفضل. نعم، عشان وقت الحلقة المشاركة تفضل. متشكر جدا أنك أنت هتعمل حلقة أهل الزوط، ده أنا كنت مستنيها من زمان. لأن في واحد، في رسول في الدنيا يركبوا أهل الزوط. طيب شكرا دكتور مايك، ربنا يباركك، بشكرك جدا. طيب الدكتور علي جمعة قال ان نبيه تشق صدره 3 مرات والشيخ الثاني قال 3 مرات. طب تعالى اوري لكم مفاجأة مختلفة، كم مرة تشق صدر النبي في لقاءاته مع الكائنات الغريبة اللي ظهرت وكأنها ملائكة. باب الاستطراد. طبعا مسألة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر بدواوين السنة وكتب السيرة والتاريخ والآثار ذكروا بأن انشقاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام تكرر 4 مرات. 4 مرات تكرر 4 مرات. المرة الأولى كان في المرة الأولى كان عمره 2 أو 4 سنوات، وهي الحادثة التي حصلت عند حليمة السعدية، وذكرت لكم بأن الراجح كان عمره 4 سنوات. الحادثة الثانية من شق صدره كانت وهو في السنة 10 من عمره صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثالثة كانت عند بداية مبعثه عليه الصلاة والسلام. وأما الحادثة الرابعة فكانت قبل في ليلة الإسراء والمعراج، قبل أن يسرى به إلى بيت المقدس ويعرج به إلى السماء. 4 مرات. أنا أتمنى الدكتور معتز وأخواتنا المسلمين يدخلوا يفسروا لنا 4 مرات يشق صدر النبي. 4 مرات يا جماعة، مش كفاية مرة؟ هي الملائكة فشلت في المرة الأولى، جاية صحة في المرة الثانية فشلت في الثانية، جاية صحة في المرة الثالثة فشلت في الثالثة، جاية صحة في المرة الرابعة. ده في ناس زودوا 5 و6 و7. لكن خلينا نمشي على الشبه الثابت 4 مرات. خلينا نمشي على اللي أجمع عليه العلماء 3 مرات. محتاج ليه 3 مرات يتفتح قلبه ويتشق الصدر ويطلع القلب يتنظف يتغسل في طشت ويتشطف ويتمسح ويركب تاني ويركبه الشرايين؟ ايه الكلام ده يا جماعة؟ ايه الكلام ده؟ ناخد بقى توثيق الكلام اللي قلناه على سكن الشيطان والجن في حياة النبي. ناخد الفيديو الأول. قرينان، قرين ملك وقرين شيطان، لا أعرف هذا، اللي أعرفه قرين شيطان. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجاءك شيطانك؟ قال لعائشة، قالت: أولي شيطان؟ قال: لكل إنسان شيطان. قالت: حتى أنت يا رسول؟ قال: حتى أنا، إلا إن الله عانني عليه فأسلم. طيب، فالقرين هو الشيطان، فالقرين هو الشيطان، فالقرين هو الشيطان. نبي الإسلام كان معاه قرين، اللي هو مين يا جماعة؟ ما تنسوش التعبير ده. نبي الإسلام كان معاه قرين، معاه ملازم لي، قرين هو الشيطان. نبي الإسلام كان معاه شيطان، عفريت من الجن ملازم لنبي الإسلام، ومرات بتبقى عفاريت من الجن. ناخد توثيق تاني للفيديو ده. وسلم خرج إلى البقيع مرة، فرجع إلى عائشة فوجد منها تغيرا، فقال لها:
مالك يا عائش؟ أجاءك شيطانك؟ فقالت له قولة المرأة الذكية التي تستطيع أن تغير ضفة الحوار، قال لها: أجاءك شيطانك؟ لأنه طبعاً يبدو أنه كان فيه يعني بعض علامات الغيرة ظهرت على عائشة رضي الله عنها من تغير وجهها ونحو ذلك. أجاءك شيطانك؟ لم تقل له ليس لي شيطان، أو نعم جاءني شيطان، لا لم تقل هذا. أجاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أوليس لك شيطان؟ اسمعوا. قال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. الشيطان هو مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمره إلا بخير. يعني الشيطان قبل ما يعين الله عليه كان بيأمره بإيه يا شيخ حويني؟ يعني نبي الإسلام كان معاه شيطان في فترات، كان بيأمره بشر، بيأمره بأفكار شريرة، أفكار مدمرة، أفكار انتحار. ناخد توثيق آخر للحديث ده. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاسئا. ده مش بس كان معاه شيطان، ده العفاريت الجن كانت بتتفلت عليه كل شوية تهاجمه. أنا السؤال اللي ما زلت بسأله: مش معنى نبي الإسلام، ويا جماعة ما فيش حاجة اسمها جن، الجن ده مفهوم إسلامي فقط، لكن الجن ده في الكتاب المقدس لا هم مخلوقين من نار ولا من أي حاجة، الجن في الكتاب المقدس هم الأرواح الشريرة، الملائكة الساقطة. يبقى اللي كانوا مع نبي الإسلام وبيتعرضوا ليه وبيروح يقعد في وسطيهم ويعلمهم الأكل ويعلمهم قرآنه، دول أرواح شريرة ساقطة، أرواح شريرة ساقطة، ده اللي كان بيلتقي بيهم نبي الإسلام. ناخد توثيق للحديث مرة أخرى. لجد هذا أيضا في الصحيحين أيضا أنه عليه السلام قال: إن عفريتا من الجن، يقول عليه: إن عفريتا من الجن عرض لي ليقطع علي صلاة. وعند مسلم بن أبي الدرداء أنه عليه الصلاة استعاد بالله منه فلم يصل، قال: قلت ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة ثلاثة في الدرداء في مسلم. قال في واحد النسائي صحيحة: فأمسكه النبي عليه الصلاة والسلام وخلقه حتى سال رعاه على يده، رعاه الجن على الشيطان. ثم قال عليه الصلاة: يعني عفريت من الجن فلت على النبي وخنق النبي، والنبي خنقه خناقة بين النبي الإسلام وعفريت من الجن، يعني كائن مادي بس مش مرئ للناس، وفي خناقة بين النبي الإسلام وعفريت من الجن، لدرجة أنه لعاب اللسان اللي نازل من العفريت كان على إيد النبي. ده يدل على إيه يا جماعة؟ يدل على أرواح شريرة، ويدل على سكنة للأرواح الشريرة. ناخد توثيق آخر للحديث ده من خلال العريفي. وآله وسلم يوما بأصحابه ثم تقدم في الصلاة كأنه يمسك شيئا ثم تأخر، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته كأن الصحابة سألوه عن تقدمه وتأخره، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان عرض لي في صلاتي معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجهي. قال عليه الصلاة والسلام: فتقدمت إليه فذعته، يعني خنقته، حتى إني لأشعر ببرد لعابه على أصابعي. قال: ثم هممت أن أمسكه حتى أربطه بسارية من سواري المسجد، لكني تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام لما قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخر الله تعالى له الجن، ف
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا دعوة أخي سليمان وأن ربنا جل وعلا وعده أن لا يسخر الجن وأن لا يجعلهم تحت تصرف أحد من بعده لجعلت هذا الجن مربوطا في السارية يعبد به الصبيان ويتصرفون به. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما بعدما صلى الفجر أما لو رأيتم شيطانا تفلت علي البارحة وأنا أصلي، كان يصلي قيام الليل فتفلت الشيطان وأراد أن يؤذيه عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام فخنقته ثم هممت أن أربطه بسارية إلى آخر الحديث. فهما حادثتان، إحداهما لما كان يصلي بأصحابه والثانية لما كان يصلي من الليل صلوات ربي وسلامه عليه. حادثتين، في مرة كان نبي الإسلام بيصلي بصحبته في المسجد وفجأة له صحابة نبي الإسلام، نبي الإسلام بيعمل إيه؟ بيتخانق مع الهوى وبيرجع ويطلع قدام وحركات بيعملها نبي الإسلام، يتخانق مع الهوى كأنه ماسك في واحد. فبعد ما خلصوا الصلاة قالوا له فيك إيه يا رسول الله، أنت كنت يعني بتعمل حاجات غريبة رايح جاي. قال لهم أنتوا ما عرفتوش، اتفلت علي عفريت من الشياطين أو عفريت من الجن في رواية أخرى. إذن ده اعتراف من الشيوخ أن الجن هم الشياطين، هم حاجة واحدة، الجن والشياطين حاجة واحدة، الجن والشياطين حاجة واحدة. يبقى اللي كان بيتفلت واللي موجود والقرين بتاع نبي الإسلام شياطين. فبيقول لهم اتفلت علي عفريت من الشياطين فمسك فيا، فمسكت فيه وكنت ناوي أخنقه لدرجة أنه وأنا بخنقه لسانه طلع وأردت أن أنا أربطه في العمود عشان تشوفوه. تذكرت دعوة سليمان أن سليمان أتاه الله قوة على الجن فتركته. طبعا سليمان في الإسلام له حكاوي وخزعبلات كتيرة جدا، الإسلام واخدها من كتابات الحكايات عند اليهود أنه كان له علاقة مع الجن وكان بيسخر الجن وكل الكلام ده اللي نقله الإسلام. الرواية الثانية بقى كان نبي الإسلام في الصلاة لوحده في الفجر في الجامع لوحده وتفلت عليه عفريت من الجن واتخانق برضه معاه لدرجة أنه لعاب عفريت الجن أو الشيطان نزلت على إيد نبي الإسلام. العريفي بيقول هم روايتين يا جماعة، وفي نبي كل شوية عفريت من الجن يتفلت عليه؟ هو رايح جاي عفريت الجن بتتفلت عليه؟ إيه الحكاية يا جماعة؟ يعني أنا مش لاقي بصراحة تفسير للرواية دي. ناخد رواية تانية قبل ما نختم. افتقدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ندري وين راح، طلعنا بالليل ندور عليه يمين يسار، يقول بحثنا عنه فلم نجده، يقول فبتنا شر ليلة. ماذا حصل؟ اختطف، اغتيل، أخذه الله، صار شيء ما ندري. يقول فبتنا ليلتنا شر ليلة مرت علينا، راحوا كل مكان يبحثون ما وجدوه إلى الصباح. فلما أصبح الصباح رجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أين كنت يا رسول الله؟ خفنا عليك البارحة، بحثنا عنك فلم نجدك، ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ فأخبرهم الخبر. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة؟ كان على موعد مع من؟ مع قوم ليسوا من البشر. ماذا؟ قوم من الجن. الله أمره يترك أصحابه، ترى في طائفة من الجن تبي تجلس وياك، تبي تسمع القرآن منك، تبي تسألك، تبي تتعلم الدين. فاختفى النبي ليلة كاملة والصحابة يبحثون عنه وهو عليه الصلاة والسلام مع الجن، وهو عليه الصلاة والسلام مع الجن قاعد مع الجن ليلة كاملة، ليلة كاملة نبي الإسلام بيقضيها مع الجن. والجن في الكتاب المقدس هم الأرواح الشريرة الملائكة الساقطة، ليسوا قوم مختلفين ولا فئة ثالثة كما يؤمن الإسلام، لكنهم الأرواح الشريرة. ناخد توثيق قبل ما نختم الحلقة. عبد الله بن مسعود، وإن الحديث ورير في صحيح مسلم تحت، ولذلك سماه العلماء بليلة الجن. أنه قال يعني أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أنهم افتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، قال فأخذنا نبحث عنه في الشعاب والأودية. شوفوا النبي كان بيروح في الشعاب والأودية أماكن الخلاء. لو الحديث ده بالراحة عشان مهم قول بالراحة. في الشعاب والأودية فبحثنا عنه في الشعاب. النبي صلى الله عليه وسلم ليلا افتقروا النبي ليلا مش نهارا تحديدا، هو الزمن ليلا. بحثوا عنه فين؟ قال في الشعاب والأودية. شوف ايه اللي حصل. قال فبتنا بشر ليلة. طبعا منشغلين. وقلنا انه استطير او اغتيل، يا حد اغتاله يا حد اثله مكروه والعياذ بالله جل وعلا. قال فبتنا بشر ليلة اذ هو قد جاء من قبل حراء. في اخر الليل جاي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل حراء. قلنا يا رسول الله بتنا بشر ليلة،
قلنا أنك يعني اغتلت أو استطيرت، يعني أي قال بعضهم اغتيل وقيل استطير فمتنا بشر ليلة. فقال صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن، داعي بالياء الإضافية، أتاني داعي الجن. من هو؟ ممتاز، أحد جن نصيبين أرسلوا قومه قالوا له اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وادعوه عندنا يدعونا للإسلام حتى نسمع منه. إذن أنا أكتفي بالجزء ده. طبعا في فيديوهات كتير وفي توثيقات كتير، وكان من المفترض نقدم توثيق لأحاديث قوم الزط وكيف كانوا يتعاملون مع نبي الإسلام. خلاصة القول باعتراف نبي الإسلام نفسه أنه كان له صلة مباشرة مع الجن، والجن هم الأرواح الشريرة، وكانت عفاريت الجن تتفلت على نبي الإسلام. سؤال طويل بقرره خلال الحلقة كلها، ليه نبي الإسلام وحده؟ لماذا لم نسمع مثل هذه المواقف مع أنبياء سابقين؟ لماذا نبي الإسلام وحده الذي كانت له علاقة مباشرة مع الشياطين وعفاريت الجن؟ سؤال الثاني، لماذا نبي الإسلام وحده الذي كان معه قرين من الشياطين؟ سؤال الثالث، لماذا كان نبي الإسلام وحده الذي كان يتقابل مع الجن؟ سؤال الرابع، لماذا كان نبي الإسلام وحده الذي كان يبيت ليلته مع الجن؟ هل لديكم إجابة؟ كلمة أخيرة، المسيح كان له سلطان على الأرواح الشريرة، وكانت الأرواح الشريرة تصرخ بأعلى صوتها معترفة نحن نعرفك أنت قدوس الله. هل لاحظتم الفارق الكبير بين ما كان فيه شيطان ومن لديه سلطان على الشيطان؟ نتقابل الأسبوع القادم بنعمة الرب وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. رب معكم. مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر لنا مخدوع أو بخرف أبدا ولا عقلي سافر سافر إله واحد إيماني واحد وملوحش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت يمكن في أمور بتحير محتاجة لتفسير أنا حشرح ليك وأفسر أرجوك بلاش تكفير أنا مش كافر أنا مش كافر